ألف مبروك، مليون مبروك، مليار مبروك. المنتخب المغربي يكتسح منتخب السنغال لأول مرة في تاريخ القارة السمراء بنتيجة ثقيلة، نتيجة مدوية جدا في المباراة اللي أقيمت النهاردة بالدار البيضاء، وانتهت بفوز المنتخب المغربي لبواد الأطلس على المنتخب السنغالي لأول مرة إفريقيا بنتيجة 7 أهداف لصالح المنتخب المغربي مقابل 0 من الأهداف مقابل لا شيء لصالح المنتخب السنغالي. 7 أهداف تقدم المنتخب المغربي مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، ثم يعود مجددا في الشوط الثاني محرزا 3 أهداف لينتهي اللقاء بنتيجة 7-0 لصالح لبوات الأطلس. ألف مليار مبروك، مليون مليار مبروك. المنتخبات المغربية في ظل التطور الرائع جدا، وعلشان ان احنا نكسر هيمنة المنتخب السنغالي بالفوز على السنغال اللي كانت مسيطرة على القارة الافريقية في الاونة الاخيرة، وبالاخص في بطولتي كاس الامم الافريقية ودوريات الافريقية دور الابطال، النهاردة المنتخبات المغربية والفرق المغربية بتثبت عن جدارة واستحقاق ان هم الاولى وفخرنا وفخر العرب وافريقيا والعالم جميعا بالتواجد على الساحة، والتشكيلة اللي لعب بها المدرب والتشكيلة اللي لعب بها المدرب الاسباني خورخيه فيليبا اليوم امام منتخب السنغالي بمشاركة كل من عزيزة رباح، حنان آية الحج، غزلان شباك، فاطمة تكناوت، وايضا ابتسام جريدي، ايمان سعود، وايضا في ظل مشاركة كل عناصر المنتخبات المغربية النسوي، وأيضا مع تقدم وافتتاح ابتسام جريدي للهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 8 كما أحرزت هدف في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، كل التمنيات القلبية في ظل تقدم ولا أروع المنتخب المغربي النسوي يا جماعة اللي شارك في بطولة مونديال كأس العالم أستراليا نيوزيلندا، فخرنا وفخر العالم، واستطاع من التأهل إلى الدور 16 كأول منتخب عربي شمال أفريقي يصعد إلى الدور الثمن النهائي من البطولة، وأيضا في ظل مشاركة المنتخب المغربي تحت 17 عام في ظل التصفيات اللي أقيمت في الآونة الأخيرة 2023، واستطاع من الفوز على المنتخب الجزائري ذهابا وإيابا 4-0 ذهابا و4-0 إيابا. المنتخبات المغربية في ظل تطور ولا أروع، في ظل قيادة ولا أروع لجميع العناصر المشاركة، المنتخب المغربي في الجولة الودية الماضية اللي أقيمت قبل يومين أول أمس أيضا على نفس الملعب، واستطاع أسود الأطلس واستطاعت لبوات الأطلس من الفوز على المنتخب التنزاني بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد ليحقق الفوز الثاني على التوالي أمام المنتخب السنغالي الأقوى أفريقيا، ليعد المنتخب المغربي هو الأول عربيا وأفريقيا حاليا. 7-0 نتيجة ثقيلة جدا يا جماعة، هنفضل نحكي بها وسيكتب التاريخ ما لنا وما علينا. 29 أكتوبر ليشهد التاريخ لبوات الأطلس تفوز على المنتخب السنغالي بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء في ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها، بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات على الأراضي المغربية ما بين يومي 27 حتى 5 يوليو بمشيئة الله تعالى شهر يوليو القادم. أطيب التمنيات القلبية لكل عناصر الكرة المغربية لبوات الأطلس، وفي ظل استعدادات المنتخب المغربي تحت 17 عام لكأس العالم للسيدات بعد ضمان تواجد البطولة على الأراضي المغربية أيضا شهر أكتوبر القادم، وفي ظل الاستعداد بعد فوز المنتخب المغربي النسوي تحت 17 عام بالأمس على منتخب كوتيفوار بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. إذن المنتخب المغربي سواء تحت 17 عام للنشآت أو تحت 20 عام، تحت 20 عام بالمناسبة اللي صعد وضمن تواجده في بطولة كأس العالم، وأيضا منتخب تحت 20 عام اللي شارك في إطار بطولة كولومبيا 2024 لأول
كأول منتخب عربي شمال أفريقي يتواجد في البطولة. كل التمنيات القلبية الفخرنا فخر العرب وأفريقيا والعالم إلى مزيد من التطور الرائع جدا اللي شهدته المنتخبات المغربية في جميع الفئات العمرية، وأيضا المنتخب المغربي على نفس الوتيرة، نفس وتيرة المنتخبات المغربية في الفئات تحت 17-20، وأيضا بعد استطاعة المنتخب المغربي بعد ضمان تواجد المنتخب المغربي الأولمبي للرجال في أولمبياد باريس والحصول على البرونزية كأول منتخب عربي يحقق المرتبة الثالثة في أولمبياد باريس 2024 باكتساح تام على المنتخب المصري في المباراة التحديدية بنتيجة 6-0 ليشهد التاريخ للمنتخبات المغربية سواء على الجانب الذكر أو الإنسوي بتألق رائع جدا وتطور ولا أروع، وليشهد التاريخ أن المنتخب المغربي أسود الأطلس الأول بقيادة الركراكي قادر بمشيئة الله تعالى لتحقيق الكأس الأفريقية بعد ضمان تأهله كمستضيف ومنظم للبطولة، وأيضا تواجده في صدارة المجموعة الثانية باكتساح تام. المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي وفي ظل تطور ولا أروع وتواجد أروع عناصر الكرة المغربية، ياسين بونو في حراسة المرمى، منير المحمد بالإضافة لظل تواجد أشرف حكيمي عميد وقائد المنتخب المغربي، وفي ظل تواجد محمد الشيب أشرف داري، وأيضا أمير ريتشاردسون بلال الخنوس زكريا الوحدي، بالإضافة لظل تواجد كل عناصر المنتخب المغربي في خط الهجوم ليعد أقوى خط هجوم على مستوى الساحة الأفريقية والعالمية بمشاركة، في ظل تواجد سفيان رحيم إلياس بن صغير إلياس خماش، وفي ظل مشاركة عبد الصمد الزلزولي ويجاورهم الراعي المتألق آدم إذنه بالإضافة لأيضا إبراهيم دياز، وفي ظل مشاركة أروع عناصر الكرة المغربية دون استثناء إلى مزيد من التقدم والإنجازات للمنتخبات المغربية في شتى أنواع الفئات العمرية وفي جميع البطولات، وأيضا مع مشاركة الجيش الملكي المغربي في دورة أبطال الأفريقية هنا ومن داخل قناتي المقرر إقامتها على الأراضي المغربية مطلع شهر نوفمبر القادم 9 نوفمبر بمشيئة الله تعالى، إلى مزيد من التطور للمنتخبات المغربية، إلى مزيد من التألق والانتصارات للجامعة الملكية المغربية وأيضا للشعب المغربي الطيب الأصيل. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.